عليكم ورحمة الله وبركاته، بحب رحب فيكم من جديد، معكم أخوكم عبد الهادي. اليوم عندنا فيديو جديد إن شاء الله بشرح عن تطبيق تليجرام. تطبيق تليجرام بصراحة هو تطبيق كتير مهم، وعن استخدام شخصي وخبرة شخصية استفدت منه كتير، فأنا حبيت أشارككم هذا التطبيق ونشرح عنه شوية تفاصيل. بصراحة في كتير بيسألوني وبيتواصلوا معي عن طريق الفيسبوك ولا يوتيوب، يعني لحد الآن في كتير ناس عندها جهل باستخدام التطبيق، فإن شاء الله رح يكون عندنا شرح عن طريق الموبايل. رح أشرح فيه كيف ممكن نفوت على مجموعة، أو ممكن نبحث عن ملف بدنا إياه، أو فيديو، أو أي شيء ممكن نستفاد منه. في بعض الناس ممكن يكونوا مختصين سيراميك، أو ممكن يكونوا عم يبحثوا عن واكس أب، ففي بعض الأشخاص بيلاقوا صعوبات بتطبيق تليجرام. إن شاء الله رح نشرح عنه بشكل مبسط، وخلوكم معنا إن شاء الله نتابع الشرح. تطبيق تليجرام طبعا بيكون مثبت عنا على الموبايل، يعني اللي ما عنده تطبيق تليجرام ممكن يثبته من البلاي ستور أو أب ستور. بعد ما يثبته عن مثل يعني هو عبارة عن هو عبارة عن تطبيق شبيه بالواتساب، وتفعيله نفس الطرق تقريبا، يعني ممكن تتبع نفس طريق تفعيل الواتساب وتفعل عنا التليجرام. مجرد ما نفتح تطبيق تليجرام بيفتح عنا كل شيء، جروبات نحن مشتركين فيه، وفي عنا شيء زيادة بتليجرام واللي هو الرسائل المحفوظة. الرسائل المحفوظة طبعا نحن فينا نحفظ فيها أي شيء بخصنا، أو أي كتاب ممكن يكون بهمنا نرجع له مرة تانية، فممكن نحفظه وبأي وقت نرجع له ويضل محفوظ على السيرفر تبع التليجرام. هلا راح اشرح شرح بسيط ان شاء الله عن بعض قنوات فنون الاسنان التعليميه، وان شاء الله راح يكون عندنا فيديو خاص بالشرح عن المنظومه وعن مجموعاتها كلها بالتفصيل. ممكن هلا يمكن نرجع للمنظومه الاساسيه، للقناه الاساسيه تبع منظومه فنون الاسنان، واللي هي بتضم كل المعلومات اللي موجوده بكل المجموعات. هي عباره عن خزان معلومات ممكن نرجع لها ونستفاد منها. طبعا هي قناة مهارات وفنون الأسنان وطالبات الأسنان، راح نفوت عليها. مثل ما انتم شايفين القناة موجود فيها كتب وصور وفيديوهات عن كل الاختصاصات تقريبا. في عنا خيارات على اليمين، أعلى الشاشة على اليمين ثلاث نقاط، نضغط عليهم بيطلع عنا خيارات بحث. بالبحث طبعا فينا نكتب أي كلمة بحث إن كان عربي أو إنجليزي. فنحن إذا كنا عم نبحث عن واكس أب مثلا نكتب واكس بالبحث، ممكن نكتب كلمة أو كلمتين، يعني أي مفتاح حتى نحصل على اللي بدنا إياه. فواكس أب نحن بنعطيه بحث بيطلع عنا كل شيء، بتلاقوا تحت موجود أسفل الشاشة عنا 258 نتيجة بخصوص واكس أب. في عنا سهم لفوق وسهم لتحت على يمين أسفل الشاشة، هدول بنحسن بنقلب فيهم نحن بالنتائج. يعني عنا فيديو، فيديوهين، في كل شيء موجود بالقناة، كل شيء بخص واكس أب ممكن نلاقي. طبعا عنا 258 نتيجة، وهي يعني عدد كبير من الفيديوهات أو أي شيء بخص واكس أب. نفس المبدأ، إن كان نحن بدنا سيراميك كمان عنا هون بالبحث. في عنا بي دي اف، في كتب، وبصراحة هذا سيراميك فينير كمان كتاب مهم، في كتب كتيرة طبعا يمكن إذا بدنا نشتريها من الإنترنت يكون المبلغ تبعها كتير كبير. فهي موجودة وبسهولة فينا نوصل لها، وحتى فينا نترجم، يعني اللي عنده صعوبة باللغة الإنجليزية ممكن يفوت على أي كتاب وممكن يترجم منه وينسخ، ويعني قد ما في يحصل معلومات. وإن شاء الله رح يكون في فيديو جديد، فيديو خاص بالنسبة للترجمة من الكتب. طبعا هاي النتائج فينا نقلب فيهم لحتى نلاقي اللي بدنا إياه نحن نبحث عنه. طبعا فينا نكتب بالعربي كمان، يعني سيراميك بالعربي، لأنه كل شيء موجود فيه عربي وإنجليزي. عنا بالعربي كل شيء مكتوب، كل كلمة موجودة في سيراميك، إن كان كتاب أو كتاب مقطع فيديو كله موجود.
كمان انا طلع 133 نتيجة، فينا نقلب. طبعا الكتب مجرد ما ننقر على السهم بيتحمل عنا الكتاب. وأي حدا يمكن يكون عنده صار مشكلة بالمختبر أو صدف عند أحد الأصدقاء ويمكن بده حدا يساعده، ويعني الأمر كتير ضروري وسريع، يمكن ما يقدر ينطر حدا حدا يرد عليه، يمكن يسأل حدا ما يكون موجود مباشرة حتى يرد عليه. فنحن كمان بالمنظومة فنون الأسنان في كتير نقاشات كانت عن مشاكل مع بعض الأخوة، وكلها مذكورة بالنقاشات، كلها مجموعة كلها بهاي القناة. فنحن مثلا فينا نكتب مثلا كراك، يعني حدا صار معه كراك بأي شيء، مثلا إن كان كراك بالإنجليزي أو العربي، فنحن بنبحث عن اثنين حتى نلاقي اللي بدناه. مثلا بنلاقي هون نقاشات كتير، كل شيء موجود فيه كراك، أسئلة وأجوبة من بعض الخبراء في الأسنان التعليمية. يعني هم مثل ما أنا شايفين في عنا 55 نتيجة كلها بيخص موضوع الكراك. طبعا على هذا مثله، يعني اي شيء نحن اي مشكله بتصير ممكن نبحث عنها، يمكن ما نلاقي بالعربي نكتب بالانجليزي، فنحن بنحاول يكون عنا الكلمتين بالبحث، خيارات البحث. طبعا بس في كتير اسئله بالنسبه للتليجرام اللي بيستخدمه جديد. هذا طبعا هي القنوات اللي ما مشترك فيها، ان شاء الله انا راح احط روابط القنوات اسفل الفيديو. قنوات فنون الاسنان التعليميه هي بصراحه من اهم القنوات، واللي هي يعني انا بفتخر انه انا واحد منهم. بصراحه كثير فادتني كشخصية، على المستوى الشخصي انا عم بحكي، انه كتطوير مستوى عملي كثير استفدت منه. طبعا بنتابع شرح عن تطبيق تليجرام. في عنا يعني ممكن اي شخص ممكن ينشئ قناة على تليجرام وينشر فيها معلومات كمان تفيد ناس تانيين، وممكن عن طريق الرسائل المحفوظة ممكن اي شيء نحن بدنا اياه باي قناة، ان كانت اي كتاب PDF او اي معلومة او اي صورة ممكن نحن ننقلها مباشرة. يعني فينا مثلا نوصل لأي كتاب، أو خلينا نبحث. طبعا المجموعات كلها فينا نبحث فيها، مو بس القناة العامة. مجموعة مثلا بكتب PDF بس، ماشي، نحنا كل شيء بيطلع عنا PDF بيكون موجود عنا أي شيء PDF، مجرد ما نكتب نحنا بالبحث PDF رح كل شيء كتب رح تطلع عنا PDF بيكون موجود هون. فنحن ممكن ننقله، نعطيك إعادة توجيه بالسهم الموجود، السهم الموجود لحد الملف، نعطيه إعادة توجيه. في عنا رسائل محفوظة على اليسار، أعلى اليسار بالأزرق، نضغط عليها ونعطيه إرسال. خلص يكون مباشرة راح لهنيك. رح نرجع على قناة فنون الأسنان التعليمية. نرجع نكتب البحث. هلا في عنا شغله كتير حلوه، يعني مثلا احنا فينا نحصل على كل ملفات PDF الموجوده بالقناه، مجرد ما نكتب PDF. اذا الشخص بده كتب بس، بده كتب الكتروني، في يفوت على الخيار البحث ويكتب PDF. مجرد ما نحن نعطي الخيار البحث راح يطلع عنا، نلاحظ تحت اسفل الشاشه في عنا 1068 نتيجه بالبحث. يعني في عنا 1068 ملف PDF موجودين بالقناة، وطبعا هذا عدد كتير هائل. يعني بصراحة في كتير ناس يمكن ما بتفوت وبتشوف، في كتير كتب مهمة بصراحة يمكن تغني عن كتير كورسات، ويعني بس واحد يقرأ يعني يطلع عليهم. طبعا خيار البحث نحن فينا إن نقلب فيه بالأسهم أسفل الشاشة، أسفل يمين الشاشة، بنقلب بالأسهم راح يطلع لنا بالخيار الأزرق المعلم بالأزرق كل الملفات PDF. طبعا أي ملف PDF بدنا نحمله أو فينا نبعته على الرسائل المحفوظة. إذا بدنا في كتب مهمة مثلا بدنا نقراها مشان ما نرجع نبحث عليها مرة تانية.
أو أي كتالوج شركة، كمان فينا نكتب اسم الشركة وفينا نلاقي كتالوجات. مثلا نكتب فيتا في ام كي 9 أو 3 دي ماستر، فرحنا راح نلاقي أي بروشور أو كتالوج موجود للشركة راح يكون موجود بملف بي دي اف، إن كان دي سي ولا إن كان أي نوع سيراميك تاني. فنحن في أي ملف مثل ما قلنا، فرضنا أنا راح أبحث عن جي سي، مجرد ما أكتب جي سي بس طبعا راح يطلع كتير عندي بالبحث كل شيء بخص جي سي، إن كان فيديو ولا إن كان صورة ولا أي شيء موجود عن جي سي. فنحن مشان نحدد البحث فينا نكتب جي سي بي دي اف، هيك نحصل الخيار على بس الكتيبات الموجودة بتخص الجي سي. بنقلب بالخيارات الموجودة عندنا من تحت، فبنلاقي كتير ملفات بي دي اف تخص الجي سي. نجرب نفتح ملف، طبعا ملف بي دي اف، بيحكي عن مجموعة اللاستر. طبعا ملف البي دي اف نحن فينا إذا قلنا بدنا نترجم، مثلا في بعض الناس يكون عندهم اللغة الإنجليزية ضعيفة، ففينا نضغط ضغطة طويلة على النص، أي نص بتفيد بدنا نترجمه. فرضنا النص هذا، حدد النص بس اللي بدنا نترجمه، يا خلاص بقى مزوقة، نعطي نسخ، هيك يكون عندنا انتسخ النص. فينا نرجع تطبيق الترجمة، ننسخ النص، طبعا هون بيكون عندنا الترجمة. نرجع لتطبيق التليجرام، مثل ما قلنا بالخيارات كل شيء جي سي عنا موجود، كان فيتا نفس الشيء، فيتا رح نبحث عن فيتا، بس كتبنا فيتا فراح يطلع عنا كل شيء بيخص فيتا، ان كان مشاكل بالفيتا ولا ان كان كتالوجات فيتا ولا اي شيء بيخص فيتا او اي حدا عم بيحكي عن فيتا باي نقاش راح يطلع فيتا. فنحن بدنا نكتب فيتا بي دي اف نفس الجي سي، فراح نلاقي عنا 49 نتيجة بتخص فيتا، كلهم طبعا كتالوجات للشركة كل شيء بيخص فيتا. طبعا مثل ما احنا شايفين كتالوجات بي ام كي 95، بي ام كي ماستر، في عربي في انجليزي، ففي خيارات كتير موجودة. طبعا يعني انه حرام يعني اي فني اسنان ما يستفاد من هالكتب او يقرا او يطور نفسه، بالاخص نحن بهلا ايام يمكن كلنا قاعدين بالبيت. طبعا لهون بيخلص شرحنا، ان شاء الله راح يكون في شرح موسع اكثر بالنسبه لتليجرام وبالنسبه لفنون الاسنان التعليميه، ان شاء الله قريبا ان شاء الله بعد الفيديو راح نشرح كل شيء عن فنون الاسنان. واي حدا ممكن يعني في لسه في فنون الاسنان، في فيديوهات، في قناه يوتيوب، في صفحه فيسبوك، ان شاء الله راح احكي عنهم في فيديو مستقل، وراح اترك لكم الروابط كلها اسفل الفيديو. وهيك بكون خلص شرحنا لليوم، بتمنى منكم طبعا دعم ومشاركة الفيديو لأي حدا بيهمكم، يعني بيهمكم يوصلوا لهذا التطبيق ويستفاد منه. طبعا في فنيين أسنان كتير خريجين جدد ما عندهم أي خبرة وبيحبوا يتعلموا، فانا عم بقول لهم عن خبره شخصيه، يعني تطبيق تليجرام هو من اهم التطبيقات اللي انا ساعدني شخصيا انه اطور مهاراتي، ويكون عندي معلومات يمكن ما اقدر يعني احصل عليها ولا بكورس يعني يمكن احصل عليه. بتمنى من الجميع انه يستغل وقته وما يقضي وقت ويضيع فيه وقته، وهو ممكن يطور نفسه او يستفاد من اي كتاب. في كتب كتير مهمه ومعلومات كتير رائعه ممكن واحد يطلع عليها ويشوفها. فإن شاء الله راح أكون معكم فيديوهات جديدة، بتمنى منكم ما تنسونا بالدعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.